مرحبا شباب، كيفكم يا معلم؟ يا اخوان والله اليوم شوف ايش نزل عنا، بطولة الاكسير المضاعف. طبعا 7 بخسارة واحدة، راح اقول لكم هسه التشكيل. المهم عزيزي المتابع، قبل ان نبلش لا تنسى زر اللايك والاشتراك بالقناة، الله يسعدكم يا اخوان، يسعد دينكم والله الدعم. والله شوي بنجيب 4000 مشترك، فاللي مش مشترك اشترك. شوفوا يا اخوان، بدي تكتبوا لي تحت قبل ان نبلش بكل شيء، الحساب هذا 5280، بقي للسيزون 5 ايام. إذا بدكم يعني أوصلوا 6000 ونزل مقطعين بس، من 5000 ل 5600 مقطع، ومن 5600 ل 6000 مقطع واحد، يعني مقطعين راح يكون. إذا بدكم بكتبوا لي تحت بالتعليقات عشان هسه أبلش أرفع، لأنه بدي أتحدى حالي والله. المهم إيش التشكيلة معلمي؟ أوكي، عندنا تسلا، ميجا منيون، أسهم، فالكيري، مقبرة، ايس ويزارد، كوبلين كيج، باولر. طبعا اكيد راح تقول يا جلد كل تشكيلاتك مقابر، يا جلد احنا ما بنعرف نلعب بالمقبره. هاي تشكيله يا اخوان تقدر تهجم باللينين معلم، يمين يسار، حتى مش بالمقبره بتقدر تهجم، بتحط فالكيري باولر، هلكيتهم اقسم بالله هلكيتهم يا اخوان، يمين يسار هجم. شوفوا شوفوا هذا طلع لي قبل شوي، شوف شو بيلعب، الكيترو جاينت، الكسر جولم، خنازير، ماجيك ارشر، دعست دعاس 2-1. والخسارة الواحدة مش بهالتشكيلة هاي، شوف كنت بعمل شوية تغييرات، حطيت البطل أو الفارس الذهبي وحطيت رويال جوست، بس هاي معلم زفاحة، مستحيل حدا يوصل على البرج يا إخوان. يعني أنت الدفاع اللي عندي كله سبلاش دعس، يعني شوف هذا شو معه مثلا، ميجا نايت، أرشر كوين، دعسته. المهم بدون ما أطول، تعال نلعب 3 جيمات نوصل 10. خلينا نبلش، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وعن جد صار لي زمان مش عامل مسابقات، تمام؟ رح نعمل مسابقة على جواز البطولة، بس اعمل لايك واشترك بالقناة وعلق تعليق تحت، بس تعليق، ورح نختار ان شاء الله بالمقطع الجاي، بسحب عشوائي من الجوجل، يعني هو لحاله بسحب من التعليقات، بس انك تعمل لايك وتشترك وتعلق. بدون ما نطول ليتس جو. اوكي، 8 جيم اعزائي المتابعين، طبعا بس انتم اول جيم راح تشوفوه. خلينا نشوف مين الفريس اللي راح نفترسها. هاي الكلمة الثابتة معلمي. اوكي والله انا بركز على هاي الشغلات، هو مش شحن الرويال باس، بحس المشحنين دائما يكونوا سفاحين يا زلمه. اوكي بنحطهم جوبلين كيج، اكلنا هوا اكلنا هوا رسمي معلم. هاي الكسر جولم صح، لايت بربر وتسريع والكترو بيبي، كانه بكون معه حتى كمان انفيرنو وهيلر. يا الله القرف يا زلمه، هي ما في اشي اصلا ارمي عليه اسهم الا اذا كان مع الباولر عشان اكتر الهيلر، لانها وسخه مع الريج. يا عبد الله صراحة هون غلطت، لازم حطيت الايس وزرد هناك، لانه عن جد كثير بيساعدني بالدفاع، يعني هي غلطة بسبب يمكن البرج يطير هسه. لا بس اظن هيك راح نصدها، كويس انه الاكسير جلوم راح يعطينا كسير، او كان طار البرج رسمي والله يا اخوان. ايوه خلاص بنحط هون الايس وزرد تحت، بنحط الجوبلين كيج بوجه البرابرة. ايوه ممتاز، ونحط فالكيري، ده صد يعني دفاع اسطوري معلم، بس ما مش لازم نغلط الغلط اللي غلطناه قبل شوي، انه نحط الايس وزرد هناك على الكترو. اوكي راح نحط ميجا منيون عليه، وسخ يا اخوان والله، لا تخلوه يوصل على برج هذا التنين، والله زباله بدمج كثير. اوكي راح نحط ايس وزرد، لا هسه عن جد ما راح يوصل على البرج بالمره، يعني هسه الايس وزرد راح يشتغل شغله مرتب، يعني ليش انا حاطه بالتشكيله بعد التحديث صار اسطوري يا اخوان، بتحسه زاب مع تفريز، انسى الوضع. اوكي هون اظن راح احط تسلا، بس بدي اللايت بربر ما يوصل عليها. ايوه ممتاز، عشان تستلم الاكسير جولم حطونه عشان تقتل الهيلر. ترى هو بيضغط على الفاضي قاعد، هو بيعطيني اكسير وانا بنفس الوقت هو مش قادر يوصل عندي على البورت، يعني التشكيل يا اخوان سفاحه. راح احط هون التسلا عشان تقتل الالكترو. ايوه يا عمي والله مخ عميق يا زلمه، بفكر صاير. بنهجم يمين سريع، شايفين كيف يا اخوان سرعه باختوه بهجمه، باختوه حلوه هاي. اوكي لا بس ما راح يطير البرج، والله يمكن راح ارمي اسهم، بدي اخلص من الهيلر انا، عن جد زباله اذا وصلت عندي. ايوه كفو كفو، كمان واحده كمان واحده، يسعد دين الفالكيري يا اخوان، يا زلمه العشق الممنوع الفالكيري. بدي اغير صوره قناتي واحط صوره الفالكيري يا زلمه. اوكي بنحط هون فالكيري على الايلايت، بنحط هون تسلا، هون راح ياخذ شوي دمج من الكيترو بيبي، بس يعني مش بشيطارته، راح اصده لانه هسه يلا عاد هسه بندعسه، مش راح يوصل على البرج. اوف 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 اوف. سلمنا الجيم، ايوه هيك زي الامور، ولا ما راح يقدر يا اخوان، دفاعي اسطوري يا زلمه. هيك خليناه يستسلم، حلو هذا اول جيم، ان شاء الله ما يطلع لي كاونترات لبعدين، يعني شوفوا الدفاع اذا كانت التشكيله
صعبة مستحيل يوصل على البرج. أما إذا كان كاونتر وزبال بيوصلوا يعني، مش إنه التشكيل مستحيل زي ما قلت بأول الفيديو، لا بيوصلوا، بس يعني إذا كانت تشكيل أو هجمة قوية هسه راح نشوف. وزي ما شفتوا يا إخوان خلينا يستسلم. انجن والله من الدفاع يا إخوان، تشكيلة الإكسير جولم هسه طاير معلم، كلهم بيلعبوا فيها بما إنه في عندك دبل إكسير بتكون سفاحة التشكيلة. بس إذا لما يكون معك دفاع زي دفاعي الأيس ويزرد هو الأساس، يعني شفت كيف ببطب جنن أخته يا زلمة. وسلمنا الجيم زي الأمور. المهم طبعا والله نسيت أقول لكم، صحيح بالتحدي نفسه جبت الرقصة هاي أو التعبير بالثلاث حسابات اللي عندي كلهم خسارة واحدة، حتى نزلت ستوري بالإنستا يعني بحسابي الأصلي ولا خسارة، بس بحساب الثاني اللي هو هذا خسارة واحدة. أوكي خلينا نفوت الجيم التاسع عزيزي المتابع، ليتس جو. اوكي خلينا نقعد له بس، بسم الله خلينا نشوف كيف راح ندعسه. اوكي حظا موفقا اخي، شكرا، اهلا بك، سوف تنجلد على يدي. واثق من نفسي والله غير نبلع يا معلم. اوكي وزرد حلوين حلوين، بنحط هنا ميجا مع انه غلط بس ما في اشي، فبنحط كمان ايس وزرد. لا يا اخوان اذا هيك تشكيلته هاي سهلة. اوكي راح احط باولر انا بسرعه عشان الويزرد ما يمسك الميجا. ايوه تستلمهم بس ضربه واحده يا ميجا، بس ضربه واحده يسعدني خلاص. لا يلا راح اهجم يسار، والله كنت ما بدي الايس ويزرد ياخذ ثلاث ضربات على الباولر عشان نهجم هجمتين بنفس الوقت، بس شوفوا هناك اكلته. والاسهم بنرميهن على البنات مع الراسكلز لانهم مسخين يا زلمه، كثير بدمجوا يعني زي الارشر بحسهم. كويس والله شوفوا دمرنا برجو يا زلمه 1200 بهجمه صار. حلوين حلوين، لسه اول دقيقه من الجيم. طبعا انا كاونتر له مستحيل يفوز يا اخوان مستحيل، برنس ويزرد وراسكلز الفالكيرا اللي حالها بتشتغل عليهم. اوكي بنحطون كمان، لا يا عمي ايزي ايزي. اوكي بنحطون الهاي، حلوين حلوين. طبعا استخدم الخاصيه بس الباولر موجود معلمي. اوكي انا راح نهجم، شوف شوف كيف انا بضغط يمين ويسار بنفس اللحظة عشان ما يعرف وين يصد. اوكي طبعا هناك راح يصدهم، بس شوف هناك كمان اخذنا منه دمج اسطوري معلم، يعني شوف 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 والله طار البرج 6800 حلوين. هون نحط جوبلين كيج بوجه البرنس عشان تبعته يا زلمة، يخرب بيت لما يجي طاير بشمط ام البرج. كيف الباولر بيسحب نص دمه 1800 يمكن بنقص وهو طاير لما يكون ماكس كانه او 2000، سفاح يا زلمه البرنس. اوكي هناك رميت له ميجا منيون عشان يدافع، كفو الباولر ماسك. يا اخوان الباولر قصه ثانيه يا زلمه بالتشكيله هاي، كفو اضرب يا حرام ضربه واحده بس كانه اخذ. هو الباولر سفاح ضربته يمكن 380 او 400 خرافي يا زلمه. يعني شو بدك تهجم البرنس وويزرد نفس الشيء، ما انت قاعد بتكرر هجماتك يعني مش عارف ايش هو ايش بيعمل، بس فالكيري كفيل انها تصد كل هجماته. خلص سلمنا الجيم اخوي لا تعذبنا. حلوين هون كفو 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 ايزي، هون بنحطه بسرعه ميجا منين وفالكيري، ميجا منين وفالكيري مقبره قصدي، برج طار اذن اسهم هون على السريع، بس الميجا منين تمسك ضربه واحده مسعدينا. وهناك برجه كمان طار. شوف عزيزي المتابع هاي التشكيله لازم هيك تعمل، يمين يسار تهجم عشان ينلخ من خصم، يبطل يقول لك خلص عمي خذ الجيم حل عني. هذا جيم ايزي كان لانه انا كاونتر الصراحه، فاكيد انه انا راح افوز بهاي التشكيله بهذا الجيم عفوا. اوكي لننطلق للجيم العاشر عزيزي المتابع، انا قلت لكم راح نوصل 10 واسكر التصوير. اوكي يا اخوان الجيم التاسع على التوالي العزيز المتابع، وزي ما شفتوا كيف انا بلعب على اللاينين او على اللينين خلينا نقول زي ما في بعض اللي بقولها، يعني يمين يسار معلم بتهلكه. يعني شوف كنت احط باولر يمين وهجم له مقبره هناك، فبتحير وين يدافع وبيطير بتقول وين هتجني عزيزي. تعال نفوت الجيم العاشر، ليتس جو ليتس جو. اوكي خلينا نشوف مين الفريسه. لا والله هسه حاسس انه راح ننجلد معلم، فزت يمكن صار لي 7 فوزات بفوز ورا بعض، اكيد هسه الشركه بتطلع لك واحد كاونتر بيخلعك. لا ان شاء الله ندعسه هسه نشوف اخونا بالله. العب مينينز يا معلم، مشكلة معيش تجميد بهي التشكيلة، لازم الاسهم يكونوا شغالين. ايوه ممتاز هيك دفاع ولا اروع معلمي. اوكي حلوين
انا كاونتر للرام رايدر معلم تشكيلتي طبعا. الباولر لحاله كاونتر. الباولر معلم. اوكي راح نهجم هناك هجمة سريع يسار نشوف ايش معه كمان. اوف ميجا نايت وسكلتون ارمي شيت. والله هذا يا اخوان والله الجيم صعبة يعني من هسه بقول لكم كثير صعبة. شوفوا معه مينيونز وسكلتون ارمي وانفيرنو ورام رايدر وميجا نايت. تشكيلته لحد الان بتخزي والله. بس انا بصد عادي بس هسه لما يضغطني يعني شوف هو ما ضغط يعني كان بهجم يمين يسار عادي. اوكي ويزارد اوكي بجاز الاسهم اذا بده يرمي سكلتون ارمي. لا بس ما اظن والله هاي يا اخوان الجيم صعب بس احنا بدنا نفوز يعني راح نحاول نجيب العاشر بهذا الفيديو. خسرت وفزت بدي اجيب عشرة وسكر الفيديو كيف بعرفش. اوكي راح نسحب الباولر الميجا نايت فوق. شيت ام ديد مان ام ديد. التسلا كانت غلط يا اخوان. جي جي. شوف انا برجو اليمين باخذه اكيد بس المشكله وين. شوف ما انا عارف انه هيك راح يصير. هذا متحمس قال لك هذا استسلم. لا يا حبيبي وين رايح اصبر لسه معنا دقيقه. اوكي بنرمي اسهم هون على الميجا نايت. الله يخرب بيتك نحطهم جوبلين كيج عشان الرام خرب وجهه يا زلمه. كمان واحد كمان واحد لا تخليه. شوفوا انا باخر 20 ثانيه بهاجم بجيب برجو اليمين بس المشكله انه قاعد بيضغطني يسار يعني حرام اجيب برج هناك وبرج هون يطير فلازم امسك الوضع. ايوه راح نحطهم كفو عشان ال ايوه حلو مات الويزرد. بس والله يا اخوان هذا كاونتر يعني انتم شايفين الوضع كيف. هون يمكن اخذ برج واسب هاي الهجمه بما انه استخدم الاسهم يعني نرمي هسه الاسهم حلوين. البريدكشن صح كان. كنت راميهم على الحالتين بس هو حاط السكريبت مزبطت معي. حلو في ريمونتادا حس في ريمونتادا عزيزي المتابع. اوكي قديش برجي انا 1600 حلو. شو بس 1200 بينه وبينه معلم يعني اذا ضغطته صح هسه. بس المشكله يا اخوان كثير صعب سكيلتون ارمي ومينينز وميجا نايت وويزرد كل سبلاش تشكيلته يا زلمه. شوف كمان انفيرنو الانفيرنو زباله يا زلمه. الباولر مش راضي يعيش اصلا. شوف اوكي ما راح ادافع ما في عندي حل غير اني احط مقبره بالضبط ما في عندي حل والله. راح احطهم كمان جوبلين كيج عشان الرام رايدر. لو كانت هون المقبره بيدي والله كنت باخذ شويه دمج بس. اوكي راح نحط كمان ايس ويزرد من ورا. ايس ويزرد من ايوه راح احط تسلا بوجهه. حلو كويس ما نط عليه يا زلمه نط على الايس ويزرد مش على الباولر بالله عليك. ايوه كفو مع انه لازم خليت التسلا والله لازم خليتها لانه هيك هيك هو ناط على الايس ويزرد بمسك برج الملك والباولر كمان بمسكه. بس يا اخوان والله الواحد لما يكون هيك اكيد بغلط. اوكي بنحط هنا جوبلين كيج على الغيلان ما راح ارمي اسهم انسى. نحط باولر عشان الرام رايدر. ايوه تمام 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 تمام. راح نحط مقبره وبسرعه فالكيري معلم بالنص. حلو ان شاء الله ناخذ دمج هسه ان شاء الله ناخذ دمج. ارمي اسهم حط سكرتن يا حرام والله كنا كندرة يا اخوان. ام ديد ام ديد والله حرام لو حط السكيلتون ارمي او مينينز والله كنت باخذ برجي يا اخوان. بس هيك يا معلم ضغطني ضغطه صح ما معي شيء ايش بدي احط. جي جي صعبه والله يا اخوان كثير صعبه هذا الجيم. بس انا غلطت كمان غلطات والله حرام اني غلطت كان فزنا الجيم يا معلم. التسلا حطيتها غلط والاسهم بريدكشن من سوق الجمعه. اوكي بس يا اخوان والله لو زبطت معي البريدكشن اللي هناك لما رميت الاسهم كان البرج والله طار. اوكي هون راح اجرب مستحيل خلص هاي خالصه معلم. يلا اهم شيء انه الواحد يوصل اصلا 10 بهاي يعني هسه راح نوصل خاوه كيف بعرفش بدي بهذا الفيديو وصل 10 نضمن الليجندري كينج. لانه بالحسابات هون لازم اشحن جوائزهم عشان ارفع ليفل الكروت عندي بالحسابات الثانيه. اوكي خلينا نفوت الجيم العاشر هسه راح نفوز يا اخوان وايد. اوكي يا اخوان والله كاونتر يعني والله كثير حاولت حتى كنت اذا زبط معي البريدكشن الاخير كنت بفوز بس والله صعب يا زلمه يعني كاونتر مليون بالمية. شوف ويزرد
مبين من التشكيلة يعني. المهم راح نوصل 10 بهذا الفيديو غصبت عن الكل. ليتس جو يا اخوان، اذا خسرت بهذا الجيم اسحبوا الاشتراكات. لا بمزح. اذا طلع لي كمان كاونتر لان شركه وسخه يا اخوان، انتم عارفين يعني. اوكي هو جرايدر، لا ان شاء الله فايز بهذا الجيم. يعني اذا كان هو جرايدر رام رايدر ببدعسه، بس قبل شوي الرام رايدر كان تشكيلته كثير وسخه يعني، مع مينينز وسكيلتون ارمي ويزرد وميجا نايت، ريحتها طالعه يا زلمه. اوكي ويتش كمان حلوين، بدل باولر بايدي يكون، بس خلي شوي يمكن حط لنا. لازم حط باولر. اوف شو التشكيله هاي، بس ايزي يعني هاي الجيم، مش صعب يعني. اذا انا غلطت بجيب برجي، بس مستحيل يعني، لازم العب بحذر عزيزي المتابع. اوكي بدي اهجم، خلاص خليها، بدي اخربها. اوكي ارمي اسهم هناك، المهم اخذ مع انه غلط اني رميت الفالكير، لازم بس على الوزارد حطيت ال، بس احسن هيك عشان يضطر يدافع ويجهز ال السلمنطاد بايده او الهوك، راح يرمي واحد منهم اي ثينك يعني، والله عارف. اوكي بنحطونا، مع اني لازم حطيته شوي لورا، بس راح احط تسلا، راح احط تسلا، ما بدي خاطر اقول راح يضرب، لا راح يضرب، لا يا عمي اضرب على التسلا احسن لي. دبل اكسير معلم على السريع بتعمل سايكل. شوف تشكيلته كمان مع انفيرنو ويتش كمان، والله بتعرف انه والله كاونتر مقبره هاي تشكيلته يعني، وسكيلتون ارمي كمان معه يعني، ايش بيخزي يا اخوان. اوكي بحط فالكيري هون، ايوه عشان نمسك الهاف، خلاص صدنا. بطل يهجم هوك هو اذا ملاحظين، بس صار يهجم علي بالون. والله عن جد لازم يعملوا له بالتحديثات يخفضوه شوي المنطاد يا زلمه، بخزي قاعد ضربته 1800 على البرج. شو هذا والله، تقول منزل اثنين بيكا. اوكي راح ارمي اسهم، ايوه عشان تمسك ال، يا حرام ضربت البابلر ما صابت الويتش. اوه شيت ام ديد، لا مسكت السكيلتونز، لا خلاص هيك البرجين بمسكوه مع الايش ويزارد. حلوين، راح احط مقبره وجهز الاسهم اذا بحط سكيلتون ارمي. ما راح احط سكيلتون ارمي يا اخوان، عرف انه برمي اسهم قاعد، فبحط الويتش. الويتش مي اوسخ من السكيلتون، الحالة بتاخذ اثنين بالضربة يا زلمة، وغير هيك بتطلع سكيلتون يعني، كلها كاونتر صاروا يطلعوا لي. بس هذا الجيم راح افوزه يعني، هو مش ماخذ مني ولا دمج على البرج ولا بشلن، انا ماخذ منه يمكن 1200 يعني، هسه بهلكه انا على المهلة الحاسمة. اوكي راح هاجم لي هجمة كمان، اضغطه شوي واجهز الاسهم في حال انه حط. بطل حطهم الوسخ يا زلمة، بدي اقتل الويتش انا، بس برضو الاسهم بفيدوا لما ترميهم على لانه بتكون مطلع كم سكيلتونز بيطيروا وبدمجوا البرج المقبره، ف اي ثينك وصلت الفكره معلمي. اوكي هون راح اسحب المنطاد كمان، يعني كويس انه معي تسلا، لو ما معي تسلا بهذا الجيم عن جد خسرت يا اخوان، لانه تسلا جد الماسك الجيم حاليا يعني. شوف بمسك الهوك قاعد بالجوبلين كيج وبالبالون بمسكه بالتسلا، فهذا الاشي الحلو بالتسكيله معلم. اضرب ضربه كفو. والله دمج البرج يا اخوان، يسعد دين الباولر. اوكي في هجمه يسار، اوكي ايزي هاي. شوف شوف كيف تصد عزيز المتابع فالكيري، بس تعمل ايش باولر وجوبلين كيج، راح يضرب ضربه الهوك، انطار ضربه واحده يمكن، لا والله ما ضرب يعني. بقول لك لما الدفاعات التشكيل عن جد رهيب يا اخوان. طب بهجم لك يسار اذا انت مضايقني يمين، ايزي. اوف يعني على بريدكشن يا اخوان، اشي مرتب. كفو كفو، كم كمان واحده. اوكي انا هجمت يسار لانه ما بدي اخلي المقبره بايدي، بدي اجيب الايس وزد اعمل سايكل، بس هو كان ضغطني شوي. اوكي بنحط تسلا هون، مع انه لازم ما حطش التسلا، بس الجوبلين كيج ما كان بايدي. اوكي راح تصد المنطاد هسه، راح اهجم باير مقبره. ام ديد ام ديد. اوكي بنحط الجوبلين كيج هون، راح يضرب ضربه خاوه على البرج جداً. حرام، لانه انا غلطت لانه هجمت باولر، لازم ما اعيد هاي الحركه باولر ومقبره لانه بتصرفك 10 كثير معلمي. لا هسه خلينا ندافع، او لا يمكن اجيب برجه هسه على السريع، راح اهجم هجمه هاي هسه، بحط اي او لا راح احط مقبره هسه وارمي اسهم على كل الاحوال. خلاص جي جي مستحيل،
اوكي شايفين يا اخوان لما ترمي الاسهم على الويتش السكيتونز اللي بيكونوا بيطلعوا منها بسرعه بموتوا بدل ما يمسكوهم المقبره بدمج البرج. اوكي جي جي هيك وصلنا 10 يا اخوان. اهم شيء والله بالنسبه لي انه وصل 10 عشان الجندر كينج، بس راح اوصل 15 بحسابات الثلاث، راح اوصل راح انزلهم ستوري كلهم بالانستغرام 15 15 15 يمكن اكثر. اوكي جي جي. اهم شيء بهاي البطوله انك توصل 10، ليش؟ عشان تاخذ الجندر كينج، عن جد اسطوري فيه كل شيء معلم، وتشحن جوائزه. وبس اعزائي المتابعين عن هاي التشكيله حبيت افيدكم فيها، في حال انك ما بتحب تلعب بالمقبره بتقدر تهجم بالكروت العادي، في حال انك تضغط الخصم من اللاينين او من اللينين عادي. وبس والله زي ما قلت لكم اذا حابين نوصل 6000 بهذا الحساب بس اكتبوا لي تحت بالتعليقات، راح نعمل مقطعين 5280 لل 5600 ومن 600 لل 6000 معلم. وبس دون ما اطول عليكم، سلام اعزائي المتابعين، نلقاكم.